وللحديث أكثر عن حالة الجفاف والتصحر التي يعيشها العراق وأثر ذلك على المواطنين العراقيين، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم لاجدي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. سيدة ثائرة، حالة الجفاف والتصحر التي تضرب العراق هي أحد مظاهر التغير المناخي الذي يجتاح العالم، لكن هل هذا التغير المناخي وحده هو المسؤول عما يعيشه العراق حاليا؟ نعم، طبعا الكل يعرف العراق من البلدان الزراعية القديمة في التاريخ واللي نشأت في أول الحضارات الإنسانية، ومن ذلك الوقت وإلى يومنا هذا فإنه يعاني مشكلة الملوحة، حيث انتشرت في العديد من الأراضي الزراعية الخضراء ولحقت الضرر بها في الوقت الذي يزداد به عدد سكان العراق، حيث وصلت مساحة الأراضي المعرضة للتصحر بأنها تتجاوز 92% من مجموع المساحة الإجمالية. طبعا نلاحظ الأراضي المتصحرة في عدد من مناطق محافظات منها بابل ومحافظة صلاح الدين والديوانية، أما أيضا هناك أيضا في محافظة الأنبار أغلب الأراضي هناك صحراويات تتعرض للتدهور للغطاء النباتي بسبب قلة الأمطار، وأيضا في الناصرية توجد في جنوب البطحاء ومركز المدينة إلى البصرة، كذلك توجد في البصرة وواسط ونينوى وكربلاء، كثير من المناطق الجنوبية تتعرض إلى تصحر أصابت مناطق واسعة من أفضل الأراضي الزراعية. طبعا ظاهرة التصحر ظاهرة بيئية الكل يعرفه، تعتبر كارثة لبعض البلدان، تهدد حياة المجتمعات اقتصاديا ومعيشيا، حيث تتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراضي جرداء قاحلة، يترتب عليه كثير من التداعيات منها تمس حياة الإنسان واقتصاد البلاد. البيئة الجغرافية لا تخلو من مفهوم الجفاف والظروف الصحراوية عندنا، لكن أيضا الصحراء هي جزء أساسي من مكونات البيئة الطبيعية في العراق، لكن أين يكمن خطر الصحراء؟ لن يعني خطر الصحراء في العراق ازداد في عندما قلت المياه، خاصة مياه نهر دجلة والفرات، نهري دجلة والفرات. نعم، العراق يعني هناك كثير من الإجراءات الحكومية متوقفة بهذا الخصوص. يعني عندك هناك مشروع، هل هناك مشاريع مستقبلية تحويل العراق إلى مناطق خضراء؟ هل العراق منضبط سنياً للاتفاقية العالمية لمكافحة التصحر؟ كثير من الأسئلة يجب أن تحاور وتطرح، لأن مسألة التصحر بالنسبة لبلد مثل العراق غني بالثروة الزراعية والحيوانية مسألة خطرة جدا. نعم، خطرة جدا، وليس التغير المناخي هو المسؤول كما تفضلت الوحيد وكما يقول الخبراء، إنما أيضا هناك إشكالات تتسبب بها بعض الدول الجارة مثل إيران، تتسبب في الجفاف الذي يضرب العراق من خلال عمليات تحويل مشاري الأنهار وبناء السدود وعدم أخذ العراق لحصته من المياه المتعارف عليها. كيف يؤثر كل ذلك على هذه الحالة التي تعيشها البلاد من الجفاف؟ نعم، طبعا هناك حقوق مائية للعراق تكفل العراق والموافق الدولية، وليست يعني هي منحة من أحد. إيران قامت خلال الثلاث سنوات الماضية ب 12% من تلبية حاجة العراق للمياه. العراق الآن يمتلك أوراقا وثائق مهمة للحصول على حقوقه المائية، وهناك مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه، وهذا مخالف للقوانين الدولية. هناك يعني اتفاقيات مشتركة حصلت بين العراق وإيران وأيضا تركيا خلال القرن الماضي، وبعدها وخلال تلك المرحلة من بعد 2020، لكن لم يتوصل لنتائج جدية لتقاسم المياه. يعني مطالبين الدول المجاورة باحترام تلك الحقوق المشتركة، علاوة على وضع آليات تقاسم المياه بصورة منصفة وعادلة طبقا للقوانين الدولية. إيرادات المياه التي تأتي من إيران تشكل 12% من تدفق المياه إلى العراق، مقابل 56% من تركيا، والمتبقي هو من موارد الداخلية، وإن محافظة ديالى هي المتضرر الأكبر من قطع إيران للمياه. نعم. في المقابل، هل تجدين بأن خطوات الحكومة
خطوات جادة لوقف انتهاكات إيران ووقف هذا الجفاف المتواصل. من ناحية أخرى، هل تمتلك الحكومة استراتيجية أو خطة ما لمواجهة ذلك؟ نعم، على الرغم من محاولات الحكومة العراقية طبعا بالأشهر السابقة وهذه السنة الماضية اللي بدت بها محمد الشياع السوداني استلم المنصب، هو والطرف الإيراني لإيجاد حلول متفق عليه لضمان حصة العراق المائية التي تأتي من أراضي ما فقط دولة إيران، أيضا تركيا، فإن ما حصل هو قطع تام للمياه من قبل إيران، يعني وخفض من قبل دولة تركيا، الأمر الذي بدأ يدق ناقوس خطر، يشكل ناقوس فعلي، يعني خطر فعلي يهدد مصدر الحياة الأساسية. نعم. في العراق، على الرغم من أن وزير الزراعة الإيراني أعلن رسميا أن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، إلا أننا لم نرى أي تحرك قضائي بالنسبة للحكومة العراقية ضد هذه الخطوة. نعم. التي سمحت بأن يكون لهم الحق بقطع المياه عن الأراضي العراقية، وهذا خرق دولي. طبعا قطع إيران المياه الواصلة من أنهر فرعية إلى أراضي عراقية عبر محافظتي ديالى والبصرة أدى إلى جفاف نسبة كبيرة من الأراضي في شرق. نعم. العراق. شكرا. وزيادة نسبة الملوحة في شط العرب. نعم. نعم. أشكرك جزيلا الكاتبة والباحثة العراقية السيدة ثائرة أكرم العقيدي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.